شباب، القصة باختصار شديد بيننا وبين أسعد نكد في دعوى جزائية قدام المحاكم إنه شقفة الأرض يلي مبني عليها معمل كهرباء هي للرهبنة للدير دير مالي ستوا. رفعنا دعوى، ربحنا الدعوى. بالبداية بيقوم أسعد نكد بيستأنف الدعوى، نجي نحن منقول له نعزمه مرتين على الغدا، منبقطه مرة بدير مارليس طوى ومرة بمار يوحنا الخنشارة، وآخر بقطة كانت بدير مار يوحنا الخنشارة بشهر كانون الأول ببدايته. منقول له يا أسعد نكد، أنت هلا رح تنتقل الملكية للدولة، وأنت رح توقف الامتياز كرمال ما تروح الأرض ونعمل دعوة مع الدولة وبتصير أصعب. انت ابن كنيسه وابننا ونحن صارنا 30 سنه محتملينك، ما تستأنف، خلينا نربح نحن الدعوه ونسترد ارضنا، ارض الرهبنه. بفوت على الكنيسه الشيخ اسعد نكد، بيحلف على بالقديسه ريتا وبيحلف بالعذراء بقلب الكنيسه انه هو ما بيستأنف. لما ما بيستأنف يعني نحن بنسترد الارض. هلا بيقوم اسعد نكد من نحن منطمن بالنا، بيجي شهر 1 2019 بيطلع أسعد نكد مش متنازل عن الاستئناف وبعده الاستئناف ماشي. فبتنتقل الدعوة منا نحن من أسعد نكد يلي هو صار بيبت فيها وهو للدولة، يعني هلأ صار نزاعنا مع الدولة مش مع أسعد نكد. وحلفانه بسانتريتا وحلفانه بالعذراء بقلب الكنيسة، هذا زلمة نصاب ما عنده مبادئ، وهذا زلمة يلي بيكون بالقوات هن اللي بيمشوا له قانونه وبيرجع بيطعنهم وبيمشي مع العونيه. زلمه يعني هلا بديش احكي بهذا الموضوع، هذا موضوع طويل عريض، عرفتوا كيف؟ شربيل انشرى، انا مثل ما عم بقول لك انشرى، وبعتها لهيدا المدير، دق له الرئيس العام اكثر من مره ما رد، دق له ابونا طانوس رئيس الدائر اكثر من مره ما رد، بعتنا له مراسيل ما عم بيرد علينا، بلكي هيدي الشيء بترده لانه رح حتى فيسبوك انا. فانا عم بقول لك انشرها، وانت مش عم تنشرها بمعنى انه عم تنشرها يعني عم توصل اخبار كاذبه، انت عم بتوصلها لشخص عنده بالمؤسسه مدير بالمؤسسه ونقطع السطر.